السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم شباب تانية. طب النهاردة هكون معاكم أنا دكتور إكرام عبد الرحمن، هنتكلم على تو مايكروبيولوجيكال كيزز بالنسبة لنا في الكارديو فاسكولار بلوك. الفيرست كيز اللي هنتكلم عنها هي فيميل بيشنت 12 years old present with fever up to 39 degree and joint pain and swelling along with shortness of breath. The symptoms have been present now for 4 days. 2 days ago, her right knee was painful and swelling, but today it has improved. The joint involved today includes the right ankle and left ankle. They are quite tender and painful and also swollen. The shortness of breath occurs with walking, but she is now unable to walk because of the joint pain. She also has some shortness of breath with lying down flat. She had history of recurrent throat infection, last attack since 1 week, and she didn't take the full course of treatment described by the doctor. يعني ايه شباب؟ دي عندنا قصة بنت طفلة سنها 11 سنة، جاية بتشكي من سخونة بتوصل لحد 39 درجة، ومعاها ألم وتورم في المفاصل وصعوبة في التنفس. الأعراض دي ظهر عليها ليها 4 أيام. من يومين كان الأول الورم والألم في مفصل الركبة اليمين، النهاردة ظهر بدأ يتحسن الركبة اليمين، وبدأ يظهر الألم والتورم في المفصل بتاع الركبة الشمال والأنكل اليمين. الألم اللي بيحصل لها في المفاصل ده زي ما احنا شايفين بيتنقل من مكان للتاني، وبيبقى تندر وبينفول سويلين. بدأ يبقى كمان عندها شورتنس في البريس، يعني صعوبة في التنفس خاصة لما تيجي تمشي، لكن دلوقتي هي بقت مش قادرة تمشي طبعا بسبب الجوينت بين. عندها كمان مشكلة في التنفس أو صعوبة في التنفس بتزيد أكتر لما تيجي تنام. عندها هيستوري بقى، لما الدكتور قعد يتكلم معاها لقى عندها هيستوري إن بيجي لها ريكورنت ثروت انفكشن، يعني بيجي لها كذا مرة دور التهاب في الحلق، وكان اخر واحد من اسبوع وهي ما بتاخدش الكورس بتاع التريتمنت كامل. دي بالظبط القصه بتاعه الكيس بتاعتنا. طيب اول سؤال بالنسبه لنا، وات از يور بروفيشنال دايجنوزس؟ الدايجنوزس هنا اللي انا هفكر فيه ان دي تكون حاله اكيوت روماتيك فيفر. تمام، ليه قلنا هي حالة acute rheumatic fever؟ هي حالة acute rheumatic fever علشان كذا حاجة. حالة acute rheumatic fever علشان هي اولا جاية بتشكي من manifestation بتاعت الجونز كريتيريا، اللي هي ان هي عندها migrating bowel arthritis، وعندها manifestation of carditis اللي هي shortness في البريس واللي بتزيد اكتر مع الووكينج او اللاي داون، وعندها فيفر، وعندها هيستوري اوف ريكورنت ثروت انفكشن، وان هي ما بتاخدش العلاج. يبقى كل ده يخليني افكر ان دي تكون حاله اكيوت روماتيك فيفر. طيب ايه الباثوجينيسيس بتاع الديسيز ده؟ الباثوجينيسيس بتاع الاكيوت روماتيك فيفر ده عباره عن اوتو اميون ديسيز، بيحصل عشان بيبقى فيه انتيجين سيميلاريتي ما بين الام بروتين بتاع الستريبتوكوكر بايوجين جروب A وما بين الهارت تيشو. عشان كده لما بتتكون انتي بودي اجينست الام بروتين بتاع الاورجانيزم، الانتي بودي دي بتتفاعل او رياكت ويز هارت تيشو وتؤدي الى حدوث دامج، وده بسبب اللي هو الحاجه اللي هي بنسموها الكروس رياكتيفيتي. تمام. طيب when this disease most occur، حالة الأكيوت روماتيك فيفر زي ما احنا شايفين هي حصلت عندها بعد أسبوع، يبقى ده عبارة عن بوست ستريبتوكوكال انفكشن، بيحصل من أسبوع لأربع أسابيع بعد الثروت انفكشن. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، how can you confirm the diagnosis by the lab؟ هنا عشان أتأكد من التشخيص بتاعي باللاب لازم اعمل اول حاجه ديكشن للريسنت ثروت انفكشن، اتاكد ان ده حاله ريسنت ثروت انفكشن بالجروب A عن ستريبت بايوجين، وده عن طريق ان انا اعمل ثروت كلتشر، اخد سواب من الثروت
واعمل كلتشر، دي اول حاجه. تاني حاجه اعمل ديتكشن للانتيجين اللي هو الجروب ايه انتيجين بتاع الستريبتوكوكاي عن طريق الاجلوتينيشن تيست. يبقى دي اول حاجه في خطوات الدياجنوزس، ان انا اعمل شور دياجنوزس ان ده ريسنت انفكشن بالجروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ثروت انفكشن. تاني حاجه ان انا اعمل انتي ستريبتوكوكال انتي بودي، واهم بالنسبه لنا في حاله الروماتيك فيفر اللي هو الانتي ستريبتولايسين او تتر، وبيبقى اكتر عندي من 200. تالت حاجه بلاقي فيه الاكيوت فيز رياكتنت، الاقي فيه اليفيتد في الليفل بتاع السي رياكتيف بروتين والليفل بتاع الاي اس ار. خلاص، يبقى دي اللاب دياجنوز اللي انا ممكن اعملها عشان تو كونفيرم ان دي كيس اوف اكيوت روماتيك فيفر. طيب السؤال بعد كده بيقول لي از ذس ديسيز ريكرنت؟ يس، الديسيز ده ريكرنت، ممكن يحصل لي كذا اتاك من الروماتيك فيفر، وده بيؤدي لحدوث مور دامج للهارت فالف. طيب هاو بريفنت الريكرنس اوف ذس اتاك ان ذا بيشنت؟ ازاي امنع حدوث الاتاك دي ان الاشخاص اللي بيجي لهم ريكرنت تونسيلايتس او ريكرنت فارينجايتس؟ لازم الاشخاص دول ياخدوا بروفيلاكتنج لونج اكتنج بنسلين مره مانثلي كل شهر انجكشن عشان تمنع الحدوث بتاع الريكرنت ثروت انفكشن بالجروب اي ستريبتوكوكاي، وبالتالي تمنع حدوث الاكيوت روماتيك فيفر. طيب دي صوره عندنا زي ما احنا شايفين كده، هو المنظر بتاعه الصوره وموجوده تحتيها سيريال دايليوشن. السؤال اللي عندنا على ذس فيجر، اول حاجه ذا بريفيوس تيست ووز دان فور ذا بيشنت، يعني الاختبار ده اللي احنا شفناه صورته اتعمل للعيان ده اللي احنا شخصناه اكيوت روماتيك فيفر. طيب وات از ذا نيم اوف ذس تيست؟ الاختبار ده اسمه ايه؟ التست ده هو عباره عن الانتي ستريبتولايسين او تتر. طيب ايه النوع بتاعه؟ ده عباره عن توكسين انتي توكسين نيوتراليزيشن تيست. طيب ايه هو الديفينيشن اوف ذا تتر؟ يعني ايه تتر؟ انا بقول هو اسمه انتي ستريبتولايسين او تتر، يعني ايه تتر؟ التتر ده هو الهايست دايليوشن من البيشنت سيرم شو نو هيموليسيس. طيب ايه هنا السيجنيفيكانت تتر؟ يعني امتى اعتبر التست بتاعي ده بوزيتيف؟ سيجنيفيكانت تتر 200 اور مور، ده بعتبره سيجنيفيكانت. طيب وات از ذا تتر ان ذس تيست؟ لما ابص للصوره تاني بتاعتنا اشوف التتر بتاعي كام او القرايه بتاعت الاختبار ده كام. زي ما احنا قلنا التتر هنا هو عباره عن هايست دايلوشن من البيشنت سيرم شو نو هيموليسيس. يبقى هنا التتر بتاعي اللي هو 3200 اللي هو 3200، وده طبعا اكتر من ال 200، فعشان كده بعتبر العيان ده بوزيتيف فور روماتيك فيفر. تمام، ندخل بقى في الكيس نمبر 2. الكيس نمبر 2 بتتكلم عن ميل بيشنت 53 ييرز اولد هاف بروستيك هارت فالف، يعني شخص راجل سنه 53 سنه مركب صمام صناعي في القلب. هي ديفلوب دنتال كيرس، حصل له تسوس في الاسنان اند وينت تو دنتست، وراح لدكتور الاسنان. الدكتور ميد توث اكستراكشن تو ذيس بيرسون اند افتر 20 دايز اوف اكستراكشن هي ديفلوبد فيفر 39 ديجري وماليز وبينفول ريد ليجن على الهاند اند فيت وشست بين اند شورتنس اوف بريس. يعني الشخص ده لما راح لدكتور الاسنان عمل له توث اكستراكشن على طول، وبعد القصه دي ب 20 يوم بدات تظهر عليه اعراض من السخونه والالم وظهور يعني زي حبوب لونها احمر ومؤلمه او ليجنز موجوده في اصابع الايد والرجلين، وكمان عنده شست بين وشورتنس وصعوبه في التنفس. لما عملوا له اكزامينيشن بالايكو لقوا فيه فيجيتيشن موجوده في الهارت. الكوزيتيف اورجانيزم بعد كده لما عملوا ايزوليشن ليه عن طريق اللاب لان الاورجانيزم ده بيعمل الفا هيموليسيس على البلاد اجار اند ووز اوبتوشين ريزيستنت، وكان ريزيستنت للانتي بيوتيك اللي هو الاوبتوشين. اول سؤال بالنسبه لنا هنساله اللي هو وات از ذا موست بروبابل دايجنوزيس اوف ذس كيس، يعني الحاله دي هنشخصها ايه؟ الحاله دي انا شايفه ان احنا كده هنشخصها ايه لو فكرتوا معايا؟ الحاله دي هنشخصها سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. ليه قلت عليها سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس؟ لان اولا الشخص ده عنده مشكله اصلا في الهارت، مركب بروستيك هارت فالف. تاني حاجه عمل توث اكستراكشن
بدون ما ياخد اي علاج قبل او اي بروفلاكسس قبل ما يعمل الموضوع ده، وطبعا عشان وجود اورجانيزم في الموز فطبعا ممكن يوصل للبلد منه للهارت. كمان بدا يظهر عليه المانيفستيشن بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس زي الفيفر، زي الاسلر نودز، زي المشاكل اللي في الهارت بسبب الفيجيتيشن، ولما عملوا له ايكو كمان لقوا فيه وجود الفيجيتيشن في الهارت. تمام. ولما بقى الاكزامينيشن بتاعته لقوا اللي هو شكل الاورجانيزم اللي احنا وصفناه اللي هو عامل الفا هيموليسيس واوبتشن ريزيستنت، يبقى كل ده بيخليني افكر ان دي تبقى حاله سب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس. طيب وات از ذا كوست اوف اورجانيزم، ايه الاورجانيزم اللي انا بفكر فيه؟ الاورجانيزم اللي انا بفكر فيه هنا ان ده يكون غالبا ستريبت فيردنس. ليه قلت ستريبت فيردنس؟ لان ده من الموست كومن اورجانيزم اللي بتعمل سب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس، لان الاورجانيزم ده موجود كومن في الماوس كحاجه نورمال او كومنسلز في الماوس، ووارد ان هو اثناء التوس اكستراكشن يوصل للبلود ويعمل فيجيتيشن او افكشن على الهارت فالف اللي فيه اي افكشن، والشخص ده عنده بروستاتيك هارت فالف. وكمان فكرت ان الاورجانيزم ده بيكون ستريبت فيردنس عشان هو عامل الفا هيموليسيس على البلاد اجار، وعشان هو اوبتوشن ريزيستنت، ودي في الحاجات اللي بقدر افرق بيها الستريبت فيردنس عن النيموكوكاي. طيب how to confirm your diagnosis by the lab investigation، اتاكد من الدياجنوز بتاعه عن طريق البلاد كلتشر. وطبعا لازم نبقى عارفين كل خطوات البلاد كلتشر وبتتعامل ازاي وبتتسحب ازاي وامتى اقول عليها نيجاتيف. الكلام ده كله طبعا بتاخدوه في العمل بالتفصيل. تاني حاجه عن طريق ان انا اعمل كلتشر للاورجانيزم، واعمل كونفيرميشن للاورجانيزم بتاعي عن طريق الجرام ستين، وعن طريق البيوكيميكال رياكشن ان انا اكمل بقى اللي هو الانيولين فيرمنتيشن والبايل سوليبيليتي والاوكتوشن سنسيتيفيتي زي ما احنا قلنا، عشان اقدر افرق ما بين الستريبت فيردنس والنيموكوكاي. طيب وات از ذا ريسك فاكتور ان ذس كيس، طبعا هنا الريسك اللي موجود عندي ان الشخص ده كان عنده بروستيك هارت فالف، ده ريسك يخليه عرضة لأن أي أورجانيزم يوصل للبلد يأثر على الديفورميد هارت أو على البروستيك هارت فالف، ويبدأ يعمل عليه فيجيتيشن ويدخله في سب أكيوت انفكتيف اندوكارديتس. طيب how prevent occurrence of this disease in this patient، عشان أمنع حدوث السب انفكتيف اندوكارديتس في العيان ده، كان المفروض عشان هو ان هو يحكي في الهيستوري بتاعه للدنتست او دكتور الاسنان ان هو عنده مشكله في الهارت وان هو مركب بروستيك هارت فالف، فعشان كده الدكتور او الدنتست قبل ما يعمل اي مانيبيوليشن في الماوس او قبل ما يعمل توس اكستراكشن لازم يديله بروفيلاكتيك انتيبيوتيك زي الاموكسيسيلين، وده بيمنع حدوث السب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس في الاشخاص دول. كده احنا خلصنا الحاله الثانيه، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا العيان بتاع الاكيوت روماتيك فيفر ممكن يجي لي شكله عامل ازاي، وازاي اشخصه، وايه اللي ممكن اعمله له، وفهمتوا ان العيان بتاع الانفكتيف اندوكارديتس ممكن يبقى جاي لي ازاي، وايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته، وازاي اعمل بروفيلاكسس عشان ما يوصلش لحاله الانفكتيف اندوكارديتس. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله.